تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصغير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، وكان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور إيسا جيو مانديز سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الجديد، ثم تبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية، منوها جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو في المجالات كافة. ثم وصلت بعد ذلك إلى قصر الصخير سعادة السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت الفار سفيرة جمهورية مصر العربية، وجرت لها المراسم المعتادة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية مصر العربية، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مواربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفيرة الجديدة التوفيق في مهامها الدبلوماسية. بعدها وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور رالف بيتر هربرت كينغ سفير أستراليا، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير أستراليا، وأشاد جلالته بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير فيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا، وجرت له المراسم المعتادة.
وقد تسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الكولومبي الجديد، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفراء الجدد إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بمفخور صحة وسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولهم مع مملكة البحرين على كافة الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. Thank you.